هذه الأرض ما يستحق الحياة، وفي غزة نشيد الحياة، وفي فلسطين نشيد الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، في صلاة الشهداء وفي هزيع الرجال، ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، في غزة ما يستحق الحياة. صباحكم بلا غزاة، مساؤكم بلا غزاة، نهاركم ليلكم بلا غزاة، خبز أولادكم بلا غزاة. جملة بسام رجا التي كان يفتح ويختم بها بدايات القول ونهاياته. مساؤكم بلا غزاة كي لا تذبل شرفات العشاق وتشيخ ابتسامات أطفالنا. مساؤكم بلا غزاة كي تبقى شامة القدس وقدس الشام تكتبان سفر الكون، سفر الكون والتكوين، كما يجب أن نكون. في صباح شتوي في مدينة حماة ولدت في 8/3/1963. في ذلك اليوم كما أخبرتني أمي أنه كان بالنسبة لها يوم مميز، وهذا اليوم المميز لأنه فيه كان أختي اللي أكبر مني اسمها ابتسام، كانوا يسألوها مين رح يجي، تقول لهم بسام. ففعلا وزمان ما كانوا يعرفوا ولد أو بنت مثل هلأ، فعندما جاء بسام تقول لي والدتي، أو أخبرتني في ذلك الوقت منذ سنوات طبعا رحلت والدتي، أخبرتني أنها كانت مسرورة جدا، أو مع ولادتي شعروا في أنه في شيء تغير بالبيت. عشت في حماة 3-4 سنوات، بعدين انتقلنا إلى درعا. يعني أنا بتذكر يعني كان 4 سنوات عمري في مدينة درعا، هذه المدينة القريبة من فلسطين وفي مخيمها. كتير حبيت هذا المخيم لأنه في هذا المخيم شعرت بفلسطينيتي، بدأت أشعر شو معنى الهجرة واللجوء، عندما يعني بدأت أعي قليلا وأشوف هذا المخيم البائس لكنه كان ينبض حيوية. مخيم بالنسبة إلي أنا هو محطة عودة، وهذا ما أسسته الوالدة بصراحتها معنا. يما احنا وضع احنا مش غنايا لكننا أغنياء بحبنا لفلسطين. هذه الحكاية التي جعلت من بسام رجا يمتطي الوقت كي يصعد إلى قمة الكرمل، الكرمل الذي أراه في الوادي الأخضر في مجموعات القصصية، الكرمل الذي أراه فيه للحكاية بقية وفي خريف وفي مفاتيح الضباب، كي نعود على صوت ذاك الفدائي الذي رأيته ذات مرة في مدرسة الصفصاف، وما زال يلوح لي ربما الآن شهيدا لكنه يلوح لي صباح مساء أن عد يا بسام، لأن أجزم عند النبعة والبير الغربي والشرقي ما زالت تنتظر لهاث أمي الذي خرجت ذات مساء وتركت شالها معلقا على دارية الدار. والصبر يا مبتلي، والصبر يا أيوب، والصبر جبته معي حتى ينمح المكتوب. لذلك أنا أرى أن التكامل بين الفلسطينيين في الخارج والداخل بوابة أساسية لبناء وطن متكامل. مش انت برا شكل وانا جوا شكل. انا بشوف باسل الاعرج النموذج، هذا الشاب مثقف بالطراز الرفيع
وجد أن البندقية تقاتل. نعم هناك حالات مواجهة مع العدو بالأيادي بالكذا إلى آخره، جيد، ولكن نحن ما بدنا نكون ظاهرة صوتية، يجب أن نكون حالة تكامل بين الفلسطيني في الداخل والخارج، وصياغة منظومة مقاومة التي أنا أراها وأجسدها من خلال العمل اليومي والخطاب السياسي الذي يرى أن فلسطين هي كامل التراب الوطني. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء طيلة مسيرة نضاله المستمرة، المسألة ليست مسألة يعني الحصول على قضايا اقتصادية آنية، هي مسألة لها علاقة بالوطن والانتماء للوطن، وهذه أرض الشعب الفلسطيني. شعب فلسطين في غزة وغير غزة يحتاج أن يعيش، يعني بحق له أن يعيش بكرامة، وتمارس اليوم أبشع أنواع الاضطهاد بحقه من النظام الرسمي العربي ومن الكيان الصهيوني، وللأسف الخلاف الذي يحصل بين فصيلين ينعكس على أبناء الشعب الفلسطيني. مش القضية مماحاكات سياسية، يجب أن نكبر، فلسطين أكبر من الجميع، فلسطين تحتاج إلى مواقف واضحة في الانتماء إلى قضية شعبها. إذا تعبتم هناك أجيال قادرة على الاستمرار، إنه الشعب الفلسطيني اليوم شعب مقاتل، شعب مقدام، شعب الفلسطيني ب48 متشبث بحقه ويواجه كل القوانين التعسفية الصهيونية ويخرج للشارع ويقول إنه هويتي الوطنية الفلسطينية وهذا علم فلسطين. وفي غزة وفي الضفة الغربية ونحن أبناء اللجوء متشبثون أيضا بحقنا بالعودة إلى فلسطين. التاريخ هو نبض الأرض في الناس والحد الفاصل ما بين جد ولعب، لكل زمن ولحظة وحياة وموت ذاكرة وحكايات. حكاياتنا تاريخنا، دورة الحياة التي كما يراها بسام رجا وكل الطالعين من رحم أسفار الأرض. كل القارات لا أسماء لها إن لم تكن فلسطين. فلسطين تقاوم، الأرض ستحرق الغزاة، ستحرقهم، ولن ننتظر حكام التواطؤ، لن ننتظر. لسان حالنا لسان حال الناس الطيبين الذين لم تطيح برؤوسهم العبارات الغامضة اللزجة أو تخدع بصيرتهم ألاعيب السياسة. بوضوح يحدد بسام رجا معنى الهوية وقبلة المقاومة. الشعب الفلسطيني يمثل من يقاتل من أجله فقط. هلا أنت عم بترد عنك العدوان، تقاتلوا بالكلمة، تقاتلوا بالإعلام، تقاتلوا بالصاروخ. أهلنا ب 48 في أراضينا التاريخية الذين دائما أتوجه لهم بالتحية، استطاعوا أن يحافظوا على بنية المجتمع الفلسطيني وأن يرفضوا كل أنواع الاضطهاد والتهويد، رغم أن يمارس عليهم شتى أنواع الاضطهاد داخل فلسطين. ذكرت نقطة، شتى أنواع الاضطهاد. استطاع الشعب الفلسطيني أن يحقق حضور بأراضي 48 على مستوى البنية المجتمعية الوطنية والهوية الوطنية. القدس تهود لكن الشعب الفلسطيني يرفض أن يغادرها، حاول لتهويد القدس الدائمة المنظمات الصهيونية العديدة والكثيرة، إضافة إلى مشاريع الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية، إضافة إلى أن النظام الرسمي العربي اليوم أصبح شريكا رئيسا، هو كان شريك أساسي ومول للحرب على سوريا، اليوم يتواصل المشروع. ما تعلموا الدرس انهم سقط مشروعهم في سوريا، يريدون ان تنفيذ مشروع جديد واعطاء يعني بطاقة سفر قوية لترامب في موضوع الانتخابات. ايضا هم وقفوا مع نتنياهو في الانتخابات ومجلس حكومة وحدة وطنية مع بني غانتس. هناك تقارير تشير الى ان بعض النظام الرسمي العربي قد مول حملة نتنياهو. لا مكان في قاموسه لظلال الكلمات أو العبارات الملتبسة. بسام رجا المحن برائحة زعتر البلاد وعطر حواري القدس القديمة
على كفيه اسم واحد لفلسطين، اسم واحد للانتماء. التنسيق الأمني أساساً هو أساس اتفاقيات أوسلو. التنسيق الأمني كارثة على الشعب الفلسطيني، واتفاق أوسلو كله كارثة على الشعب الفلسطيني. فيعني أستغرب لتبريرات عن التنسيق الأمني، ونحن من المفروض أن نتحدث عن كيفية المواجهة مع الكيان الصهيوني لا كيفية التنسيق الأمني. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء وزارة الأعلام السورية نعت الكاتب والإعلامي الفلسطيني الدكتور بسام رجا الذي وافته المنية أمس في دمشق، ونعته قنوات عربية منها الميادين والمنار والعالم، وأيضا نعته وكالات أنباء عربية. كما نعى العديد من الشخصيات والأحزاب الفلسطينية الإعلامية الفلسطينية بسام رجا، واصفين إياه بصوت الحق ونبض الفدائي الفلسطيني الذي دافع عن فلسطين بكل تفاصيلها. وكان صوت الحق في الأزمة السورية ضد قوى العدوان الكوني عليها. تم اليوم تشيع الإعلامي المقاومة الدكتور بسام رجا الذي وافته المنية أمس من مشفى المواساة إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم اليرموك. وعرف الإعلامي رجا بواسع ثقافته الفكرية والسياسية التي وظفها عبر كتاباته ومشاركاته الإعلامية في ساحة المقاومة وقضايا شعبه وأمته، وكان لإسهاماته الغنية التي تنبض بالمصداقية والعمق موقعها المؤثر في الرأي العام الباحث عن الحقيقة. آمن بأن الدفاع عن سوريا هو دفاع عن فلسطين، وحماية سوريا حماية لفلسطين، وانتصار سوريا انتصار لفلسطين، وانتصار فلسطين انتصار لسوريا أيضا. تماما، الحقيقة هكذا عاش بسام رجا وهكذا آمن بسام رجا. عزانا بأنه هذا النهج إن شاء الله سيستمر. فقدنا اليوم ونودع اليوم قامة كبيرة من قامات الإعلام الفلسطيني والوطني والقومي الذي جسد هذا الترابط الوطني بين فلسطين وسوريا عبر صوته الذي كان دائما مميزا على كل وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام السورية. لابد أن أترحم على روح الدكتور بسام رجا، عاشق القدس كما هو عاشق دمشق، العشق متساوم بين العاصمتين اللتين أحبهما. المناضل المقاوم الذي دائما كان يردد مساءكم بلا غزات وصباحكم بلا غزات، تحية لروحه، سنفتقده كثيرا نحن في إعلامنا، وكشارع مثقف ومقاوم ستفتقده القضية الفلسطينية، لكن أن تبقى دائما القضية الأولى، وسنكمل عنه وأيضا هدى كلماته ونضاله. لابد أن يكون لك كلمة. أنا يعني فوجئت اليوم بخبر معاني شقيقه دكتور أنور رجل. نعم. في هذا الموضوع حقيقة منذ الصباح وأنا يعني هالني في الخبر، وكتبت على كله في تعزية. دكتور بسام هو عبارة عن إنسان ناضل حقيقي، عشق فلسطين، سكنت في كل جوارح، في قلبه وجوارحه ومشاعره، يؤمن فلسطين من البحر إلى النهر، وكان يقول دائما أنا راجع، يعني صح. حلم العودة لم ينقطع عنه ولم يشك فيه في لحظة من اللحظات، وبنفس الوقت الرحمة. والعزاء لأهله والرحمة له. سنفتقده كصديق، سنفتقده على الشاشات، سنفتقده كمشكل رأي عام، كمقاوم، كإعلامي في كل الساحات. الله يرحمه. التوأم ليس جسدان،
التوأم ليس اسمان، التوأم واحد واحد، واحد واحد بامتداد الروح والأرض والمصير. التوأم سوريا فلسطين. أنا أقول أن هذا الوطن الذي خيم في قلبي وبنى أعشاشه في ذاكرتي سيبقى يتسلق الذاكرة كل يوم ليعيد بناء الوطن، الوطن المشتهى لكنه ليس المتخيل، الوطن الذي ما زال في ذاكرة أمي يرن مثل صوت الخابية التي ما زالت في بيتنا وما زالت تؤثث ذاكرتي لذلك الصباح الذي خرجت فيه أمي من فلسطين، ولكنها تعود كل يوم لأن صوت أبي وصوت جدي ما زالا يحلقاني في كل قرية فلسطينية. الشعوب، أنا أنظر إلى الشعوب بغض النظر انحسار حركة الشارع، ولكن أؤمن أن الفجر قادم، فجر الانتصار قادم، وهذا الفجر لن يغيب مهما حاول الطغاة أن يحجبه. وكما أقول دائما، صباحكم ومساءكم بلا غزال.